السلام عليكم، انا شيف شكري وهعمل معكم النهارده سميد الفران. طبعا كلكم عارفين السميد ده وكلنا مرتبطين بيه في اوقات كتيره من عمرنا. يعني هو شكله جميل وطعمه جميل وخامته موجوده في البيت وهنعمله بكل سهوله ان شاء الله. النهارده عندي نص كيلو دقيق وعندي 250 مللي ميه عليهم معلقه كبيره من الخل وعندي 4 معالق سكر يعني 50 جرام وعندي 4 معالق زيت وعندي معلقه صغيره ملح وعندي معلقة كبيرة خميرة. هنحط الخميرة على الدقيق والملح. الملح انا بشتغل بملح خشن فحطيته في المية عشان يدوب شوية، والسكر، وهنقلب الخامات دي في بعضها. طبعا هتلاقوا المقادير كلها تحت الفيديو موجودة بالجرام وبالمعلقة. حطينا عليهم المية بتاعتنا زي ما انا قلت، كان عندي ملح خشن اشتغلت بيه فحطيته في الميه علشان يدوب شويه ما يحببش في العجينه. وهنقلب الخليط ده بالراحه كده لحد ما يبدا يشبك في بعضه بس او يلم في بعضه. السميد ده بقى مرتبط بالملح والدق او الحاجات ديت وله طعم مميز كده كلنا بنحبه. اهو بنقلب في العجينه بالراحه اهوت لحد ما مسكت في بعضها. احط الزيت بتاعنا 4 معالق زيت يعني 25 ملي اهوت، وهنقلب العجينة. العجينة مظبوطة مش محتاجة لا ناقص ولا زايد. هتعجني هتطلع العجينة ناشفة سنة صغيرة كده اهوت. لمت العجينة اهيت وابدأ ان انا اطلعها على الرخام علشان اخدمها. اهي زي ما قلت لك العجينة ناشفة سنة كده. ناشفة سنة ليه؟ علشان تطلع ناشفة مش طرية. انا عايزه يطلع ناشف من بره وطري من جوه. لو انا طريت العجينه هيطلع السميد طري اهو. وضعها كويس واسيبها تخمر. وخدي بالك احنا في الشتاء، اديلها وقتها في الخمير زي ما هي عايزه. خمرت العجينه اهيت ما شاء الله، هنفضيها قدامنا ونبدا نشتغل عليها. وخامتها موجوده في البيت، خدي بالك ان خامتها موجوده في البيت عندك، مفيش حاجه هتحتاجها من بره. البيت فيه زيت وملح وسكر والدقيق خلاص اهو. فضينا العجينه قدامنا، بفردها كده عشان ابدا ان انا اقطعها، وهبدا ان انا اخد منها حته واعملها زي الحبال كده علشان نعمل بيها السميطه اهو. بنلف بالراحه كده بتخن معين، ما ترفعيش قوي علشان ما تنشفش. خلينا في التخن اللي قدامنا ده اهوت. وهعملها دايرة. الدايرة بقى اعمليها على قد ده انت عايزها، كبيرة صغيرة براحتك. يعني عايزة تصغري عن اللي انا عامله ماشي، عايزة تكبري براحتك. ادي الوقت انت بتعملي الشكل بتاعها. رسمت الدايرة بتاعتها اهيت قدامي خدي بالك، وهبدأ ان انا اعمل لها الحبال التانية بتاعتها اهوت. قطعنا العجينة، والعجينة طرية وهتشتغل معاكي على طول. وهلف الحبال بتاعتها وهبدأ أعمل الشكل اللي أنا عايزه أهو. هقطع حتة على القد وهبدأ أحطها بالشكل ده أهو، وأقطع وهسيب لها حتة زيادة علشان العجينة لسه بتلم فما تفصلش من السميطة. خدي بالك من الموضوع ده أهو. وبلف برضو وأقطع الحتة وأعمل الشكل اللي أنا عايزه. انت بقى اعملي الشكل اللي انت عايزاه. هو له اشكال كتيره بس هو مجمله بيبقى السميد ده. بس بحته صغيره كده علشان العجينه بتريح بتلم تاني اهوت اهو. موضوع بسيط خالص وما بياخدش وقت، بس عشان التصوير وعلشان الكلام ده فالواحد بيشتغل. انما لو انت بتشتغلي من غير مواضيع فمش هتاخد معاك حاجه خالص. ادي كده السميطة بتاعتنا خلصت اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. طبعا في الفران لا بيحطوا بيض ولا بيحطوا لبن ولا بيحطوا اي حاجة عشان تبقوا عارفين. ونحط شوية الزيت يبقى خير وبركة. يعني هاخد العجينة بتاعتي اهوت، السميطة بتاعتي هشتغلها ما تخافيش. حطيها في الصاج بتاعك اللي بيها على الوش التاني، بقت ارضيتها تحت اللي احنا لازقينه ده تحت ووشها من فوق زي ما انت شايفة كده اهوت. بس انا لقيت الصينية ديت كبيرة عليها ف
فنقلتها في صينية صغيرة بعد كده اهو، عدلت الدايرة بتاعتها وبططتها كده علشان تدي عرض للقمة كده وتخمر تبقى كويس اهو. نوت انا كده خلصت اهوت، طلعت 3 سميطات بس كبار عندي، فرشة بشوية مية هلمع بيها السميطة. نوت تبقى اتكلم على الفران، لا بيحطوا بيض ولا بيحطوا لبن ولا بيحطوا زبدة ولا بيحطوا سمنة ولا اي حاجة في السميط ده، السميط ده مية وملح ودقيق وبس، مفيش فيه تاني. ورشيت سمسم على الوش، عايزة ترش حبة البركة ماشي، عايزة ترش زعتر ماشي، عايزة تحط كمون ماشي، حط اللي انت عايزة تحطيه، بتحب ايه وحطيه. سمسم على حبة البركة، رشيت السمسم بتاعي واتكيت عليه خفيف كده واسيبها تخمر ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. خمر اهيت ما شاء الله، هتخش الفرن على طول على درجة 200 تستوي وتطلع بالشكل ده. طلعت عندي نص كوباية مية عليها نقطة زيت، خدي بالك نقطة زيت واحدة اهو، وهلمع بيها السميطة اهو، هتدي لها لمعة وهتدي لها قرمشة كده في الوش. شوف السميطة شكلها اتغير ازاي مع المية ونقطة الزيت. طبعا ما حدش بيلمع ببيض السميط، الفران ما بتلمعش ببيض اهو، وهسيبها تبرد ونشوفها بعد كده اهو. ادي ال3 سميطات اللي احنا عملناهم زي الفل، همت مش محتاجين اي حاجة اهو. شوفوا المنظر بتاعهم شكلهم جميل فعلا اهو، ادي الصور بتاعهم، وما خدوش حاجة في الفرن على فكرة، استووا على طول. ادي السميطة بتاعتنا ناشفة من بره مقرمشة ومن جوه طرية. ده كان بيتباع زمان، بيتباع معاه دقة وملح وحاجات زي كده، الوقت اللي فران ما بيدوش لا ملح ولا دقة ولا بيدو حاجة اهوت. نقطع واحدة ونشوفها، شوفوا شكلها، شكلها جميل وطعمها جميل، وشوف العجينة بيضة من جوه ازاي. معلقة الخل اللي احنا حطيناها ديت بتعمل العمل المحسن في العجينة. بس طبعا لو انت عندك محسن هتشتغلي بيه ازاي، 15 جرام على الكيلو، كيلو الدقيق، كيلو الدقيق ياخد 15 جرام محسن. محسن موجود عند العطارين، ممكن تجيبوه وتشتغلوا بيه عادي خالص اهو. وادي السميد بتاعنا جميل جدا، ان شاء الله تجربوه يعجبكم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، ويا رب النوع يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.